السلام عليكم البنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير يا ربي. اليوم جيت وجبت لكم معايا فيديو جديد، نتمنى ينال اعجابكم ونكون خفيفه تظل على قلوبكم يا ربي. هاد العشيه درت واحد الخريجه بسيطه بغيت نشاركها معكم، كانت ناقصاني شي حاجه خرجت نجيبها وقلت علاش لا ما تخرجوش معايا وما نديكمش معايا لواحد سوبر مارشي قريب علينا شويه. شويه ماشي بزاف، ولكن مهم عنده شي حاجات زوينين وبغيت نديكم معايا تشوفوه، واخا التصوير كان شويه بزربه. المهم تقديت شي حاجات كانوا ناقصاني، شي حاجات يعني بساط ماشي بساط ولكن يعني مهمين كما تنقولوا حنا، راه ما عندنا ولا لين من النوم، يعني ضروريين خاصينا هذاك الشيء. علاش؟ اما بالنسبه للبنات التقديه راه تنتقدى خلاص من شهر لشهر، تجيب داك الشيء كاع اللي تيكفاني للشهر وتنتهنى تنرتاح. الصراحه ان شاء الله دابا نشارك معكم التقضيه منين تنتقضى وكاع داكشي اللي تنتقضاه وتنجيبو والاساسيات بالخصوص اللي تنجيبهم ومنين بلاصه تنتقضاهم. ان شاء الله داكشي ان شاء الله يا ربي داكشي كاع غادي نشاركو معكم وهانتوما معايا هاد العشيه هادي، ونرجع ان شاء الله ونوريكم داكشي كاع اللي تقضيتو ونديرو كوتي خفيف مع بعضياتنا. بنات وصلنا للهري اللي قلت لكم عندو شي حاجه زوينين، وصلنا للاسف لقيناه ساد، حنا تنتسناوه على ما جا. ومنين جا البنات دخلنا صراحه عندو شي حاجه زوينين بزاف. مهم درت لكم دويره عندو خفيفه ظريفه حيت كنت مزروبه بزاف، داكشي علاش ما صورتش مزيان. النوبه الجايه ان شاء الله بالنسبه للبنات خلاص اللي مهتمين وداكشي، بالنوبه الجايه ان شاء الله نصور لكم داكشي مزيان، عنده ما نظيف كاع داكشي اللي تحتاج في الدار غوتا اللي عزيز علينا حنا كاملين، وراكم عارفين الفوائد ديالها. خلاص المهم كيف ما قلت لكم البنات عنده داكشي زوين ديال ما نظيف كاع داكشي اللي تيخصنا. المره الجايه ان شاء الله ضروري غادي ندورو ندير لكم خفيفه على كل شيء، على اي حاجه بالنسبه خلاص البنات اللي مهتمين وداك الشيء خليو ليا يخليوها ليا في التعليق. وهنا عندهم مهنات داك الشيء صراحه راقي وغزال زوين بزاف، كاع كل شيء اللي تحتاج في الدار كيف ما قلت لكم. بالنسبه للماعن عنده داك الشيء غزال، مهم راني خلاص تقديت من عنده شي حاجه ديال الماعن، دابا نديرها لكم في فيديو خاص ان شاء الله. مهم ما تديوش على التصوير كيف ما قلت لكم راني دزت غير مزروبه داكشي علاش. ايوا هانتوما خلاص البنات معايا رجعوا للدار دابا شويه باش نوريكم داكشي اللي خديت. هو هذا هاد البنات اللي غزال صراحه، خديتو بواحد الثمن رمزي، وخديت معاه هاد السائل هذا ديال اللي تيدير ريحه وزوين بزاف حتى هو. وهذا خلاص لناس الغني عن التعريف واللي الفوائد ديالو عديده وزوين بزاف وصافي.
على جوج كويرات يكونوا متساوية الحجم، ودست باش نطلقها. وفاش طلقتها يعني طلقتها بشوية ديال الفينو. انا تتعجبني البيتزا يكونوا فيها دوك الحبيبات ديال الفينو شوية باينين. اللي قلت لكم قبيله، وهذا كان البنات الزيت ديال الطون اللي درت والفرماج. خلاص من بعد ما طابت لي البيتزا ديالي نص طيبه، خديتها حطيتها. غادي ناخد الزيت ديال الحوت ديال الطون اللي استعملت، حتى هو اللي تنديرو. الا ما كانش البنات، الا كنتو دايرين كفته ولا لاداند ولا شي حاجه بحال ما هكا البنات، لاباط ديروا ليها زيت العود، صراحه تجي رائعه. واصلا هاد يعني المقادير اللي حطيت لكم تجي بهم البيتزا رطبه وغزاله، تجي زوينه بزاف. وبهالطريقة الطريقه هادي تجي رائعه. بالنسبه للبنات الطريقه هذه هي ديالي، بغيت غير نشاركها معكم. راه كاع البنات يعرفوا يديروا البيتزا، خلاص راه من اسهل ما يمكن. وهذه طريقتي انا البسيطه، بغيت نشاركها معكم. وصافي هذا الشيء اللي كاين. من بعد ما درت الزيت البنات على العجين، خلاص راكم عارفين اش يدار. من بعد انا البيتزا ديالي تندير فيها غير لاصوص والحوت والفرماج، هذا الشيء اللي تندير. ما تنديرش البصله، ما تنديرش الفلفله، وداكشي كامل ما تيبغيوهش ليا ما تنديروش. هذه هي البيتزا ديالي انا. نتمنى تقبلوا عليا. وهالبيتزا ديالي وجدات ومدخلها الفران باش طيب. ونتمنى انكم الى عجبكم الفيديو، ما تنساوش تفعلوا مع الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وإلا عجبكم تاني الفيديو ديروا لايك وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم.